فالموضوع برضو بيبقى صعب في التكنيكال، يعني حتى لو احنا اتغيرنا عن الشكل القانوني فشكل التكنيكال مستحيل يتم. خلينا نتكلم، هم النهارده بيطالبوا بحاجتين، بيطالبوا بشركه ستار لينك ان هي تفتح القمر الصناعي علشان يبتدوا يستقبلوا. ده ايلون ماسك ده فده ايلون ماسك، وعلشان يعمل ده هو لازم هم يبقى عندهم جهاز ريسيفر او عندهم طبق يستقبل التردد بتاع القمر الصناعيه عشان يقدروا يستقبلوا، فبالتالي هم ما عندهمش اصلا القمر الصناعيه دي، هم حتى لو هو فتح هم مش هيستقبلوا حاجه. وانا عرفت معلومه انه لما عمل ده في اوكرانيا اداهم 2200 هاردوير علشان يستقبلوا البث بتاعه. بالظبط، واداهم الساتلايت، يعني اداهم الطبق نفسه واداهم الراوتر عشان يبتدوا يستقبلوا، وهو بيبيع الكلام ده ب $600 في حدود. وصورته معانا اهي. بالظبط، هي دي الصوره اللي موجوده عندهم يعني. فده شكل الطبق او الريسيفر اللي يقدر يستقبل الستار لينك علشان يبتدي يشغل خدمه الانترنت عندهم، فبالتالي هم ما عندهمش الاجهزه دي، فبالتالي هم مش هيعرفوا يستقبلوا الموضوع. اما موضوع تاني اللي هم بيطالبوا الشركات المصريه ان هي تكون موجوده على الحدود علشان يغطوا بيها الكفرج عندهم، المسافه كبيره قوي، اي برج علشان يغطي هيغطي 2 كيلو او 3 كيلو، فمش هيبقى جوه قطاع غزه، هيبقى برضه على الحدود.